هناخد حاجتين، الاسم من حيث النوع والاسم من حيث ايه؟ العدد. تمام كده؟ العدد. الجزء اللي احنا هنتكلم ده هو اساس المنهج بتاعنا السنه دي. تمام. نبدا اول حاجه الاسم من حيث النوع. ربنا سبحانه وتعالى، لما خلق الكائن الحي اللي هو الانسان والحيوان وغيره، خلق من كل كائن ايه؟ نوعين. من كل كائن ايه؟ نوعين. سامعيننا يا شباب كويس؟ اول نوع، اول نوع ذكر، اول نوع ايه؟ ذكر. ثاني نوع انثى. ربنا سبحانه وتعالى خلق من كل كائن نوعين، ذكر وانثى. انا في النحو كده ما بقولش عليه ذكر، انا بسميه ايه بقى في النحو؟ اسميه ايه؟ لما اجي اتكلم عن ذكر، عن النوع ده ذكر، اقول عليه يا ابطال، اقول عليه مذكر، اقول عليها ايه؟ مذكر. طب وانثى لما اجي اتكلم عنها اقولها ايه؟ يا ابراهيم اقول عليها ايه؟ مؤنث. بارك الله فيك، مؤنث. يبقى انا بتكلم عن كلمه ايه؟ مذكر وكلمه مؤنث. تمام كده، مذكر ومؤنث. طيب اعرفهم ازاي؟ اعرف المذكر ازاي واعرف المؤنث ازاي؟ انا كده عملت لك ايه؟ بعض الكلمات، يعني بعض الخطوط الايه؟ السهله خالص اللي احنا نقدر نفهم بيها يعني ايه مذكر ويعني ايه مؤنث بكل سهوله. ركز كده معايا، شوف كده الشريحه اللي معايا بيقول لك ايه؟ الاسم من حيث النوع، وقلنا النوع يعني ذكر وانثى، لكن احنا في النحو مش هنقول ذكر ومش هنقول انثى، ده احنا هنقول ايه يا ابطال؟ هنقول مذكر وهنقول مؤنث. طيب مذكر ومؤنث ازاي من بعض يا يوسف؟ اول حاجه عندي في الانسان العاقل، همسك كده اول حاجه، اول نوع الانسان. الانسان ده ربنا ايه؟ ربنا خلق منه ذكر وانثى، يعني مذكر ومؤنث. تمام؟ ايه هو المذكر بقى في الانسان؟ كل ما يخص الذكر، كل ما يخص الذكر اللي احنا قلنا عليه. مثلا لما اتكلم عن الرجل اتكلم عن الابن او اسمائهم وصفاتهم، ده هو ايه؟ ده مذكر. يبقى مثلا لما انا اقول اسم ولد اقول كلمه ولد، او اقول محمد، او اقول احمد، او اقول معلم، او اقول ماهر، كل الكلمات اللي انا ذكرتها دي بتدل على ايه يا شباب؟ بتدل على ذكر، صح؟ مش بتدل على ذكر؟ صح. ودي اوصاف ينفع اقولها للرجل والابن والابناء، يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها مذكر. تمام كده، فهمنا المذكر يعني ايه؟ فهمنا المذكر يعني ايه من الانسان. طيب المؤنث قال لنا ايه؟ كل ما يعبر عن الانثى، مثل امراه، بنت، واسمائهن وصفاتهن. يعني ايه اسمائهن وصفاتهن؟ يعني اسماء البنات كلهم، كلهم مؤنث. صفاتهم مثلا اقول طويله، طب بيضاء، ماهرة، ذكية، نشيطة، مش دي أوصاف؟ يبقى ده إيه؟ والأوصاف دي بتعود على ذكر ولا أنثى؟ نشيطة وماهرة و ها؟ تدل على إيه؟ أنثى. على أنثى، يبقى هي مؤنث. ها النقطة دي فهمناها كلنا؟ على إيه؟ فيها أي حتة مش مفهومة؟ لا يا مستر. تمام، نيجي بقى الحاجة الغير العقل، هي ظريفة كده معانا بس أنت لازم تكون فاهمها. غير العاقل، كل ما لا يلد ولا يبيض ده مذكر. اللي ما بيلدش ولا يبيض ده ايه؟ ده مذكر. طب واللي بيلد ويبيض يا يوسف؟ المؤنث. زي مثلا كده عندي الديك والدجاجه، مين فيهم مذكر ومين فيهم مؤنث؟ الذكر هو الديك، هو الذكر والدجاجه هي المؤنث. تمام، ليه؟ يبقى انا كده فهمت الانسان مين فيه مذكر ومين فيه مؤنث، وفهمت غير العاقل مثلا الطيور والحيوانات وغيره مين فيهم المؤنث ومين فيهم المذكر. اللي يلد ويبيض ده مؤنث، اللي لا يلد ولا يبيض ده ايه؟ مذكر. خد بالك الكلام ده هنحتاجه بعدين. ماشي؟ يلا ابراهيم، اخر حاجه معانا ايه؟ حاجه اسمها علامات. المذكر ملوش علامات، بس هتعرف علاماته ازاي؟ لو انت عرفت علامات المؤنث يبقى انت كده ايه؟ قدرت تستخرج المؤنث، واللي ما فيهوش العلامات دي يبقى مذكر. تمام كده؟ تمام. احنا كده دلوقتي هنعرف علامات المؤنث، غير كده يبقى مذكر. ايه هو المؤنث؟ المؤنث اي كلمه اخرها تاء مربوطه هتبقى ايه يا شباب؟ مؤنث. جميل. اي كلمه فيها الف مكسوره، عارفين الالف المكسوره؟ اللي هي بنسميها الف لينه على شكل ياء، يعني الياء دي اللي في بشرى، دي ياء ولا الف يا ابراهيم؟
بشرى، شوف نطقتها ازاي. ها الف ولا ياء دي؟ الف. بتنطق الف. جميل جدا. الف. عرفت يا مريم بتعمل بنعمل ايه؟ يعني مثلا كلمه بشرى، شايفين بشرى عامله ازاي؟ او كلمه مثلا سلمى، تقدري تقولي لي اللي في الاخر دي، الحرف اللي في الاخر ده ياء ولا الف؟ الف. الف. ليه؟ قبله فتحه، الميم عليها فتحه والراء عليها فتحه، ولو انا قرات هقول ايه؟ بشرى سلمى، شفتوا؟ ودي بنسميها بقى، ودي بنسميها عندنا في النحو الف مقصوره، مقصوره يعني متنيه كده، الف مقصوره يعني متنيه، عامله زي الياء، والياء دي بنسميها ياء بطه، ياء وزه كده يعني، واحنا صغيرين كان بيقولوا لنا كده اسمها ياء وزه. فهمتوها يا شباب؟ بتحب انت الوز والبط يا يوسف صح؟ تحب تاكلهم؟ بحب البط. ماشي يا بط. بحب البط لكن الوز مش قوي. طيب ابراهيم عندي اخر حاجه بقى اسمها ايه؟ الف ممدوده. ايه هي الالف ممدوده؟ اي كلمه اخرها الف همزه، اي كلمه اخرها ايه؟ ها؟ الف بعدها همزه. زي ايه كده مثلا؟ زي صفراء، زي بيضاء، زي ايه؟ ها؟ جميع الالوان، جميع الالوان اللي عندنا برضو بتكون مؤنث. في حاجه تانية بقى اخيره كده قبل ما ننقل عن الجزئيه دي، ان اسماء البلاد مؤنث ولا مذكر؟ لما انا اقول مثلا مؤنث. اما انا اقول مثلا مؤنث. مصر او فرنسا، ها مؤنث يا مصر. اسماء مؤنث. البلاد والمدن والمحافظات كلها ايه؟ مؤنث. طيب ما فيهاش ولا علامه، ما في حاجات يا جماعه احنا اللغه العربيه بتاعتنا فاهمين، اللغه العربيه بتاعتنا واخدينها بالسماع. يعني ايه واخدينها بالسماع؟ يعني الناس العرب بتاع زمان ايه كانوا بيقولوها وغيرهم يسمعوها، وغيرهم ايه يسمعوها، فضلت لما وصلتنا احنا بالسماع. يعني احنا عندنا كده هنلاقي كلمات ما فيهاش اي علامه من علامات المؤنث اللي احنا قلنا عليها، وهي برضو ايه مؤنث مش مذكر. يبقى انا مثلا ما اقول هو مصر ولا هي مصر، هي مريم، اقول هي مصر ولا هو مصر؟ هي. تمام. فرنسا، اقول هو فرنسا ولا هي فرنسا؟ هنلاقيها مؤنث. يبقى كده اسماء البلاد ايه؟ اسماء البلاد ايه؟ مؤنث. اسماء البلاد ايه؟ مؤنث. طيب في بعض الكلمات برضو بتتفهم من السماع برضو، مثلا بتكون مؤنث وبتكون مذكر. يعني مثلا زي كلمه طريق، كلمه طريق استعملت مره ممكن تستخدمها مؤنث، ممكن تستخدمها ايه مذكر. انا اقول ايه؟ مشيت في طريق واسع، كده مذكر. مشيت في طريق واسعه، كده برضو ايه يا جماعه؟ مؤنث. يعني إيه مثلا كده لما اقول معلم، ايه يا ابراهيم معلم مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. طيب يوسف لما اقول كسوله، كسوله مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث. جميل، عرفتها ازاي؟ لان اخرها تاء مربوطه. برافو، اخرها تاء مربوطه، وكمان بتعبر عن صفه الايه؟ لواحده مؤنث، صح كده؟ تمام يا بطل. صح. طيب هد بعض الكلمات كده ونفكر فيها. لما اقول كده يا ابطال مثلا، اما اقول اسامته، فكروا كده. ست يلا يا لين، أسامة مؤنث ولا مذكر؟ حاجة تحير شوية. أسامة. أسامة، بص لها كويس. مذكر. 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 عرفت إزاي أنا مذكر؟ أدهم. مصر ينفعنا؟ اتفضل. هي مذكرة عشان أخذناها عن طريق السمع. استنى اصبر لي بس، أنا قلت مذكرة مؤنث بس، تمام؟ يلا يا بطل يوسف. تمام. أسامة مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. مذكر. إبراهيم؟ مذكر. تمام، كلكم صح. بس عارفين أنتوا في ناس كانت محتارة وخايفة تقول ليه؟ علشان فيه إيه هنا؟ فيه تاء مربوط. تاء مربوط. وأنا قلت من شوية بس يا مستر الوسامة برضه بتعود على الذكر برضه. برافو، أيوه تمام. وسامة انا بقى لما في بعض اسماء الرجال
اخرهم تاء مربوط زي حمزته اسامته طلحته كل الاسماء دي اخرها تاء مربوطه ومع ذلك هي مذكر. طب ليه مذكر؟ لان الاسم نفسه بيدل على مذكر. فهمنا يا لينا انتوا مريم؟ الاسم نفسه بيدل على ايه؟ بيدل على مذكر. تمام كده خلاص؟ مذكر. اه طيب سؤال تاني، هند مذكر ولا مؤنث؟ يلا يا ابطال اتفضل يا هند. مؤنث. احسنت. مؤنث. مع انه مش اخره علامه من علامات الاسم خالص، من علامات المؤنث خالص، بس كلمه هند بتدل على مين؟ ومين اللي بيتسمى هند؟ ولد ولا بنت؟ بنت. بنت. يبقى في الحاله دي ايه؟ في الحاله دي هو مؤنث. طيب لما اقول مثلا القاهرة مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث. اتفضل يا يوسف. يوسف مؤنث. مؤنث. ايه اللي خلاها مؤنث؟ لان المدن من علامات يعني من علامات المؤنث. اه من مدن، اسماء مدن ومحافظات. تمام كده خلاص يا جماعه. فيه اي سؤال في الاسم من حيث النوع؟ حد عنده سؤال فيه؟ نقلب بقى على الاهم واطول شويه اللي هو الاسم من حيث ايه؟ العدد. تمام. الاسم من حيث العدد. ننتبه عشان في نشاط انتوا في الاخر هتعملوه. تمام كده. انا لو مسكت اي كلمه اسم تمام هلاقيها يا اما واحد بتدل على حاجة واحدة، يا إما بتدل على حاجتين مع بعض، يا إما بتدل على إيه؟ تلاتة أو إيه؟ أو أكتر من تلاتة، يعني بتدل على تلاتة أو أكتر من إيه؟ من تلاتة. زي مثلا لما أنا أقول، لما أنا أقول كتاب، اشتريت كتاب، وممكن في نفس الوقت أقول كتابان. اشتريت اثنين. ممكن اقول كتب. ايه بقى في النحو اللي بيدل على واحد ده بنسميه ايه؟ في النحو اللي بيدل على واحد بنسميه ايه؟ مفرد. ها ابراهيم؟ مفرد. اه جميل جدا. مفرد. مفرد. بنسميه ايه؟ مفرد. طيب ادهم اللي بيدل على اثنين بنسميه ايه؟ مثنى. مثنى تمام. طيب مريم اللي بيدل على ثلاثة بنسميه ايه؟ احنا كده عرفنا مفرد مثنى، ايه كمان؟ جمع. جمع. انت اسمه ايه؟ جمع. اسمه جمع. خلاص يبقى بيدل على واحد اسمه مفرد، بيدل على اثنين مثنى، بيدل على ثلاثة جمع. طيب مين فيكم يقول لي اللي بيدل على أربعة بنسميه إيه؟ جمع. برضو؟ جمع برضو. طب اللي بيدل على خمسة؟ آه. جمع. جمع برضو. ستة؟ جمع. طب ما إحنا ممكن نختصر بقى الكلام ده كله ونقول إيه؟ اللي بيدل على تلات أو أكثر من تلاتة بيدل على اسمه إيه؟ جمع. يبقى هو الجمع ما يدل على ثلاثة أو أكثر، ثلاثة أو إيه؟ أكثر. أو أكثر. يبقى أنا كده فهمت المفرد، علشان احنا كده هنخلص المفرد لانه ايه؟ سهل مش هنتكلم فيه تاني. المفرد هو ما يدل على واحد. عايز امثله بقى. عايز امثله. انا بركز مش يلا عايز كلمه مفرد. واحد. كلمه مفرد. قلم واحد. قلم مش هنقول واحد بس، احنا خلاص هنقول قلم. لان كلمه قلم انا فهمت خلاص انها بتدل على واحد. طيب تمام. ها ابراهيم عايز كلمه مفرد. اي حاجه حواليك كده في الشقه عندك ممكن تكون حاجه واحده قدامك. قطه، كلب، كوبايه، اي حاجه. استنى يا ادهم. كرسي. كرسي تمام. لينا. نعم.
عايز مفرد، كلمة مفرد. انت قلت صح؟ انت قلت، انت قلت قلم. طيب مريم عايز كلمة مفرد. كراسة. كراسة. سن ادهم كلمة مفرد. الشباك. الشباك. شباك. تمام. مين ما قالش؟ يوسف. انا بس. اتفضل. كرة. كرة. طيب انا عايزكم تلاحظوا حاجة في الخمس كلمات. الخمس كلمات فيهم ايه؟ الاسم من حيث النوع، مش احنا خدنا دلوقتي الاسم من حيث النوع، فيهم مذكر ومؤنث ولا كلهم مذكر ولا كلهم مؤنث ولا ايه بالظبط؟ في مذكر وفي مؤنث. تمام، في مذكر وفي مؤنث. لينا هتقول لي المذكر من الخمسة. مين فيهم مذكر؟ عندي قلم، كراسة، كرسي، شباك، كرة. فين المذكر من الخمسة دول؟ قلم. قلم مذكر. تمام. مريم طلع لي كلمة مذكر تاني. كراسة، كرسي، شباك، كرة. شباك. نعم. شباك. أدهم لو البرنامج قفل يا جماعة هندخل تاني برابط جديد. ماشي؟ ماشي ماشي. يلا أدهم طلع لي مؤنث. كراسة. كراسة. يوسف طلع لي مذكر. من هنا. كرة. مذكر. كرسي. كرسي. تمام. كرسي. ابراهيم مالك زعلان ليه؟ مالك زعلان ليه؟ كرة مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث. مؤنث. تمام احسنتم جميعا. يبقى كده يا جماعه نختصر المفرد ونقول ايه هو؟ كل ما يدل على واحد او واحده. نقول تاني مع بعض يلا. المفرد هو كل ما يدل على واحد ما دل على أو واحد. واحد او واحده. واحد يعني واحدة. إيه؟ يعني واحد مذكر زي قلم. طيب واحده يعني ايه؟ مؤنث زي كراسه. مؤنث كده خلاص. طيب نيجي بقى للمثنى. نيجي للمثنى. هناخد كده المثنى في صفحه جديده علشان فيه كلام كتير. المثنى انت فهمت ان المثنى يدل على كام؟ يدل على اثنين او اثنتين. اثنين او اثنتين. او اثنتين. عايز لينا تفهمني يعني ايه اثنين ويعني ايه اثنتين؟ لو اثنين ولاد او اثنين بنات. ادهم اسمعنا انا بقول لينا. ها يعني ايه اثنين؟ اثنين لو هما اثنين ولاد. مذكر. بطل لو هما مذكر. مهندس ادهم سامعني؟ سامع. انتظر عشان لينا بتجاوب. اتفضل اتفضل يا لينا. مذكر. اثنين يعني ايه؟ اثنين مذكر. اثنين مذكر زي ما احنا اخذنا خلاص المذكر. لذلك قلت لكم الدرس ده مهم جدا عشان كل الدروس بتتبني عليه. طيب اثنتين يا مريم يعني ايه اثنتين؟ مقصود بها ايه؟ مؤنث. احسنت. اثنين مؤنث. اثنين مؤنث. تمام يا شباب؟ تمام. تمام. طيب هنزود بقى معلومه ثانيه كده على المثنى. بيقول لنا ايه؟ بص كده بزيادة مهم قوي المعلومة دي. ألف ونون أو ياء ونون على مفرده على إيه؟ مفرد. هو عايز يقول لك إيه بصراحة؟ عايز يقول لك إن المثنى ده أسهل ما يكون. هتحط في آخرها ألف ونون أو ياء ونون. تمام كده؟ زي مثلا انا هكتب حاجه وحد فيكم يقول لي دي كده مذكر اعمل فيها ايه عشان تبقى مثنى. انا معلم اهي. معلم مؤنث ولا مذكر؟ معلمه. معلمان. مذكر. مذكر. عايزه مثنى بقى؟ عايزه مذكر مثنى. ها
قلت ايه يا مريم؟ معلمان. معلمان. ضعيف النهايه يا جماعه، هضعيف النهايه. الف ونون. الف ونون. الف ونون. ياء ونون. او ايه؟ ياء ونون. معلمين. معلمين. تمام، واضحه واضحه دي؟ يبقى انا كده انا اضفت ال، لاحظوا معايا، اضفت الالف والنون بعد ايه؟ بعد المفرد، ما غيرتش في المفرد اي حاجه خالص يا مريم. لاحظ كده كلمه معلم انا ما غيرتهاش خالص. تمام؟ هي كلمه معلم هي هي، وبعد كده حطيت الف ونون. معلميني. معلمين، ما غيرتش اي حاجه فيها خالص، وفي الاخر عملت ايه؟ وفي الاخر عملت ياء ونون. فهمنا دي كده خلاص؟ طيب ناخد مثال كمان. اما اقول مثلا طبيبته، لاحظوا عشان في حاجه هنعرفها في المثال ده زياده يعني. طبيبته. يلا يا ابراهيم. ايوه. عايزه مثنى. طبيبتان. مستا. نعم. الحصة اللي فاتت انت قلت عشان هي تاء وهنزود عليها ألف ونون تقريبا يعني، فقلت هنفكها عشان نقدر نزود الألف والنون. تمام يا بطل. عارفين آدم بيقول إيه؟ بيقول إن أنا عندي هنا التاء مربوطة، دي مؤنث آخرها تاء مربوطة. طيب هو ينفع بعد التاء المربوطة يا لينا احط الف ونون كده جنبها وخلاص؟ لا، يبقى انا بعمل ايه؟ بحول التاء المربوطه، بحولها تبقى ايه يا بنات؟ يا لينا؟ تاء مفتوح. تاء مفتوحه، بخليها ايه؟ تاء مفتوحه. فهمناها دي خلاص؟ خلاص؟ دي اللي انا كنت بقول عليها جديده وعاوزين نعرفها. طيب. اتفضلي يا مريم، عايزها بقى بالياء والنون، اقول ايه؟ طبيبتين. احسنتي. نعم. بعد الباء فيه ايه؟ تم مفتوح. تم مفتوح. تم مفتوح. وبعد كده الياء والنون بتاعت المثنى. الياء والنون بتاعت ايه؟ المثنى. في كده يا شباب خلاص؟ طيب عندي سؤال بقى كده ونفكر فيه كلنا مع بعض. ماشي؟ انا عرفت ان انا في المثنى اخره الف ونون او ياء ونون. طيب هو انا امتى بضع الالف والنون او بضع الياء والنون؟ هل انا كده من دماغي احط الف ونون او ياء ونون من دماغي كده وخلاص؟ لا طبعا، الاجابه لا. ليه؟ لان في مواضع نحط لها الف ونون ومواضع تانية ما تنفعش فيها الف والنون وتنفع فيها الياء والنون. طب يا مستر انا هعرفهم ازاي؟ لا، هو ده بقى المنهج بتاعنا بتاع سنه خمسه اللي احنا هندخل فيه ان شاء الله. هعرفك في سنه خمسه بعد ما ندخل في المنهج امتى تحط الالف والنون للمثنى وامتى يكون ياء ونون. فهمناها كده خلاص يا جماعه؟ فهمنا اللي انا بقوله؟ يبقى الالف والنون او الياء والنون مش بحطها كده بمزاجي، لا ده فيه قواعد، فيه قواعد امتى احط الالف والنون والياء والنون. القواعد دي هنتعلمها امتى؟ نتعلمها لما ندخل في منهج سنه خمسه ان شاء الله رب العالمين. تمام كده خلاص؟ فيه اي معلومه في المثنى او المفرد عايزين نعرفها تاني؟ ولاحظوا برضو ان المثنى زي ما احنا قلنا اثنين واثنتين، يعني فيه مذكر وفيه مؤنث بزياده ايه؟ الف ونون او ياء ونون. ما بغيرش فيه اطلاقا، ما بغيرش فيه اي حاجه خالص، بحط الف ونون وياء ونون وخلاص. طيب تعالوا بقى نروح فين؟ رقم ثلاثة، النوع الثالث كان اسمه ايه؟ ها؟ الاسم حيث العدد، قلنا المفرد والمثنى والجمع. والجمع. احسنت. والجمع. والجمع. ابراهيم ركز معايا بطل. ماشي يا حبيبي. الجمع. طيب قلنا ايه هو الجمع؟ يدل على كام؟ على ثلاثة او على اكتر. على ثلاثة او اكتر. خالص. ها، كل اسم اهو، كله، كل اسم يدل على ثلاثة أو أكثر أو
أكثر. أكثر. يعني اللي بيدل على ثلاثة جمع ولا مش جمع؟ جمع. جمع. اللي بيدل على أكثر من ثلاثة؟ جمع. جمع. تمام كده أبطال؟ طيب. أنا عايز مثال. أنا هجيب المفرد وأنت تجيب إيه؟ الجمع بتاعه. خلاص؟ مثلا عندي كلمة معلم. وعندي مثلا كلمة طبيبة. وعندي تلميذ. يلا. مين اللي عايز يتكلم هيرفع ايده؟ زي ما اتفقنا المرة اللي عايز المعلم معلش يا مستر. لحظة لحظة يا ادهم. اتفضل يا ابراهيم كده معلم جمعها ايه؟ معلمون. معلمون. ادهم طبيبة جمعها ايه؟ طبيبات. طبيبات احسنت. يوسف تلميذ جمعها ايه؟ تلاميذ. تلاميذ. تمام يا بطل. انا عايزكم تلاحظوا حاجة بقى مهمة في الجمع. عايزكم بقى تلاحظوا حاجة مهمة يا شباب كده وركزوا قوي فيها يعني. ان احنا هنا في الجمع الاول ده انا زودت واو ونون على ايه؟ على المفرد. يعني كلمة معلم. كلمة معلم ما غيرتش يا يوسف اي فيها حاجة خالص. لاحظ كده معايا؟ معلم معلمون. انا ما غيرتش فيها اي شيء. لكن زودت ايه؟ ايه اللي انا زودته يا مريم؟ زودت واو نون بس كده، حاجه تاني. طيب كلمه طبيبه زودت ايه في الاخر؟ الف وتاء. الف وتاء. الف وتاء، ما زودتش حاجه تاني. تمام. طيب لكن بقى كلمه تلاميذ، كلمه تلاميذ لو انت لاحظت اتغيرت، دخل جواها ايه؟ حروف. دخل جواها حروف. فلذلك احنا عندنا انواع الجمع. انواع الجمع كام؟ ثلاث انواع. انواع الجمع كام؟ بصوا. نعم ثلاث انواع. اسال سؤال. اتفضل. طبيبه كانت اخرها تاء مربوطه، ليه ما فتحناهاش؟ جميل، لان احنا اصلا شوف احنا كنا بناخدها على كلمه طبيب. طبيب بتتحذف التاء المربوطه بتاعت المؤنث واضيف الالف والتاء اللي هي بتاعت ايه؟ الجمع. يعني هي كان التاء كان التاء المفتوحه دي عوض عن مين؟ عن التاء المربوطه. تمام؟ يعني ما بقولش كده طبيبتات، ما بقولش طبيبتات، غلط. بحذف التاء المربوطه ده ايه؟ واحط مكانها الف وتاء. كان التاء المفتوحه دي عوض عن التاء المربوطه، فهمناها يا جماعه؟ يبقى انا عندي كده كم نوع من انواع الجمع؟ انت قلت لك كم نوع؟ ثلاثة أنواع. ثلاثة. أول نوع فيهم، أول نوع فيهم آخر واو ونون، بنضع في آخر واو ونون. ثاني جمع فيهم بنضع آخره ألف وتاء. ثالث جمع فيهم لا، بنغير في شكل الكلمة خالص. أنا واخد كده أنواع الجمع ثلاثة. أنواع الجمع كام؟ ثلاثة. أنا بقول صفحة جديدة وركز معايا قوي، لان هو ده اللي احنا هنبدا به السنه دي. انواع الجمع خلاص كده احنا عرفناهم ثلاثه. اول نوع يا ابطال جمع اسمه ايه؟ واو النون. جمع مذكر. واو النون. جمع ايه؟ مذكر. لاحظ معايا، لاحظ كده ان كلمه معلم، المعلم كانت مذكر مش مؤنث. كلمه ايه؟ معلم مذكر مش مؤنث. ولما جيتها جي احولها من المفرد للجمع عملت ايه لينا؟ زودت واو. زودت واو ونون. زودت ايه؟ واو ونون. انا هقول كده الجمع المذكر ده بجيبه ازاي؟ زياده الف ونون، مش الف ونون بس، او ياء ونون، او ياء ونون. على مين يا جماعه؟ على المفرد. على مين؟ على المفرد. تمام كده. يعني مثلا انا اخد كلمه مثلا مهندس، مين يجيب لي الجمع بتاعها؟ يلا يا مريم كده هات لي الجمع. مهندس. ها
مهندسون. احسنتي، مهندسون. طب ينفع حاجه تاني غير مهندسون يا شباب؟ انا مهندسين. ممتاز جدا، مهندسين. لما اقول فلاح، يوسف جمعها ايه؟ فلاحون. قول يوسف فلاحون. ادهم لها جمع ثاني؟ فلاحين. ممتاز جدا، فلاحين. لو انت لاحظت، لو لاحظنا مع بعض يا شباب ان كل الكلمات اللي قدامي دي، دي جمع مذكر. جمع ايه؟ مذكر. خلاص كده؟ بجيبه ازاي؟ بحاجتين، بضيف الف ونون او ياء ونون بس في الاخر. خلاص؟ طيب انا هدي سؤال ونفكر فيه مع بعض. مهم جدا السؤال ده، ركز معايا وركز في التشكيل. يلا يا ابطال، انا عايزك تعرف لي، تقدر تقرا لي الكلمه دي والكلمه دي وتقول لي ايه الفرق بينهم؟ يلا معانا كده 10 ثواني نفكر. ايه الفرق بينهم؟ مش في التشكيل بس او في المعنى. يلا يا ابراهيم اقرا لي الكلمه الاولى. فلاحين. فلاحين. أول كلمة إيه؟ فلاحين. فلاحين. والكلمة الثانية؟ فلاحين. ممتاز، شكرا على السؤال. أسأل مريم، فلاحين يعني إيه؟ بتدل على كم فلاحين يا مريم؟ كم واحد؟ كثير. يبقى مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ جمع. ممتاز. طيب مين تاني؟ مريم. أنا. مريم. ها. يلا، الكلمة الثانية إيه؟ زميلنا إبراهيم قال فلاحين. كام؟ كام دول؟ فلاحين يعني كام واحد؟ اثنين. مذكر. ممتاز جدا. يبقى خد بالك، فيه ياء ونون بتاعت جمع، وفيه ياء ونون بتاعت إيه يا أدهم؟ مثنى. فيه ياء ونون بتاعت جمع. ياء ونون بتاعت مثنى. أقول لكم بقى على علامة كويسة جدا، الياء والنون بتاعة المثنى دائما مكسورة. الياء والنون، النون بتاعة المثنى دائما إيه يا شباب؟ مكسورة. لكن النون بتاعة الجمع لا، مفتوحة. شايف الفتحة بتاعتها؟ خلاص كده فهمناهم؟ مش إحنا قرأنا يا شباب بنقول فلاحين وفلاحين، وإحنا اتفقنا إن كلمة فلاحين وأنتوا قلتوها بنفسكم بتدل على كتير. الكتير ده يعني ايه؟ يعني جمع، صح؟ يعني جمع. صح. وفلاحين سالتكم وقلت لكم بتدل على كام؟ قلت لي على اثنين، واثنين يعني ايه؟ مثنى. مثنى. انا في وسط الجمل او في القطعه هيجي لي كلمه اخرها ياء ونون، فانا هحتار، هو ده بيدل على جمع ولا بيدل على مثنى؟ افرق بينهم ازاي؟ اللي هلاقي النون بتاعتها مكسوره فلاحي ني ني، شفت انا كسرت على النون ازاي؟ دي تبقى مثنى. زي ما انت عملت كده بالظبط، فلاحي ني كده تبقى مثنى. طيب واللي النون بتاعتها مفتوحه فلاحي نا نا، دي تبقى جمع. جمع. وضحت كده خلاص؟ تمام. حد هيقول لي الكلمه دي جمع ولا مفرد ولا مثنى؟ خلاص؟ لما اقول مثلا كلمة جوعان تعبان مثلا كلمة ايه؟ حسين. حسين. انا نسيت اقولهم لكم في المثنى لكن هنقولهم دلوقتي، المفروض كنا قلناهم واحنا بنتكلم في المثنى. ها جوعان. اتفضل يا ابراهيم. اتفضل يا ابراهيم. مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ جوعان. دول مفرد، جوعان وشعبان و لا لا، لحظة لحظة يا ابراهيم، لحظة لو سمحت. أنا بتكلم على جوعان بس، أنت قول لي جوعان بس. مفرد ولا مثنى ولا جمع؟
مفرد. ممتاز. مع ان اخرها الف ونون، شفت يا لينا؟ مع ان اخرها ايه؟ الف ونون. ما هو مش كل كلمه اخرها الف ونون هنقول عليها مثنى، لا، لازم يكون لها شرط تاني، لازم تدل على اثنين ويكون اخرها الف ونون او يا ونون. لان يا جماعه المثنى معناه ايه؟ لازم يكون بيدل على اثنين واخره الف ونون او يا ونون. طيب لو اخر الف ونون يا لينا او يا ونون وما هوش بيدل على اثنين، يبقى ده نقول عليه مثنى؟ لينا؟ لا. تمام. طيب اتفضلي يا مريم، الكلمه اللي بعديها شعبان مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ مفرد. مفرد، مع ان برضو اخرها الف ونون. مع ان برضو اخرها ايه؟ الف ونون. حسين، ينفع اضيف حاجه بعد ما اخلص حسين؟ يلا يوسف. نعم. حسين مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ مفرد. مفرد. انا اسال نفسك كده، اسال نفسك هي بتدل على كام؟ كام حسين؟ ده واحد بس صح، يبقى مفرد. ما يهمكش بقى اخرها يا ونون او الف ونون، لا خلاص. تمام خلاص. اتفضل يا ادهم. مستر عشان جوعان دي كلمه، لو شلنا الالف والنون هتبقى جاع. جوعان. برافو عليك، برافو عليك. معلمان زميل ادهم، اذا شلنا الالف والنون هيبقى معلم. زميل ادهم بيقول لنا حاجه جديده، ايه هي؟ وهنحتاجها في التفرقه بين الانواع الجمع يعني. يقول عشان برضه اتاكد من الكلام اللي انا قلته، ان الالف والنون بتاعت المثنى ينفع احذفها لانها ايه؟ مش اصليه في الكلمه، مش اصليه. لكن كلمه جوعان اللي انا عملتها دي، لو انا حذفت الالف والنون، لو انا حذفت الالف والنون دي الكلمه هتبقى صحيحه؟ جوع. لا لا هتبقى صحيحه، هتبقى خطا. طيب كلمه فلاحون او فلاحان، لو انا حذفت الالف والنون هتبقى ايه يا مريم؟ هتبقى فلاح. فلاح. اه الكلمه صحيحه ولا خطا؟ صحيحه. صحيحه. يبقى دي، يبقى ما دام الكلمه بقت صحيحه يبقى الالف والنون اللي احنا حذفناها دي بتاعت مثنى. لكن الالف والنون دي لما حذفتها الكلمه باظت ليه يا ابراهيم؟ لانها كانت اصليه في الكلمه. اصليه في الكلمه. دي؟ احنا الكلام ده هنقوله تاني يعني ان شاء الله في المنهج، اصليه في الكلم يعني ما ينفعش احذفها. فهمنا؟ الكلام ده هنقوله تاني ان شاء الله قدام. طيب يبقى احنا كده خلصنا اول نوع من انواع الجمع. نروح بقى للجمع النوع التاني رقم اتنين، جمع ايه؟ المؤنث. المؤنث. ايه؟ المؤنث. المؤنث. زي كلمة إيه؟ معلمات، معلمة. ها؟ معلمات. طيب كراسة. إبراهيم جمعها إيه؟ كراسة. كراسة جمعها إيه؟ كراسات. كراسات. ماشي. طيب يوسف مكتبة. جمعها إيه؟ مكاتب. لا خد بالك معايا، بقول مكتبة. كاتب دي يعني مكتب، مكتب مكاتب. مكتب ايه يا بطل؟ مكتبات. مكتبات. تمام ممتاز، مكتبات. لا مكتبات. مين يلاحظ انا عملت ايه في كل الجموع اللي قدامي دي؟ مريم عملت ايه في كل الكلمات اللي قدامي؟ ايه اللي انا غيرته؟ ألف ولام. أضفت في الآخر إيه؟ وتاء. أضفت في الآخر وتاع. إيه؟ ألف وتاء. ألف وتاء. وهنا أضفت إيه؟ ألف وتاء. وهنا أضفت إيه يا شباب؟ ألف وتاء. مين فيكم يقول لي القاعدة بقى بتاعت جمع المؤنث أجيبه إزاي؟ يعني أنتوا كده فهمتوه خلاص أهو. يعني لو عندي كلمة وعايز أعملها جمع مؤنث أعملها إزاي؟ إيه يا إبراهيم؟ اي كلمة عندي جمع مؤنث عاوز اعملها جمع مؤنث اجيبها ازاي؟ اضيف ايه؟ الف وتاء.
شيل التاء. يبقى ايه؟ يبقى هو بيدل على مؤنث بزياده ايه يا شباب؟ بزياده مش عارف وتاء على مين؟ على المفرد. على مين؟ المفرد. تمام كده خلاص؟ تمام. يلا كل واحد فيكم بقى يفكر لي، احنا الخمسه كده، كل واحد يفكر لي في كلمه جمع مؤنث. يلا بعد 10 ثواني هنبدا. كراسات. صبرا صبرا. لا كراسات احنا قلناها خلاص، انا عايز غير كراسات. ها؟ معلمات. معلمات. لا عايزين غيرها. اتفضل يا يوسف. يوسف. ماهرات. ماهرات. اتفضلي يا مريم. طالبات. معلش قولي تاني. طالبات. ممتاز ما شاء الله، احسنتي. طالبات. اتفضلي يا مريم. لينا. مسلمات. نعم. مسلمات. ممتاز ما شاء الله، لا قوة الا بالله. مسلمات. يا شباب أين الشباب؟ مهندسات. قولي أدهم. نعم. مهندسات. مهندسات، أحسنت يا بطل. شباب. ها. مين؟ إبراهيم. عاملات، أحسنت. كده انتم ممتازين. يلا يا شباب. ممرضات. خدنا نوع، كم نوع من انواع الجمع كده؟ كم نوع؟ ثلاثة. خدنا اثنين. جمع مذكر وجمع ايه؟ اثنين. وجمع ايه؟ مؤنث. دول مع بعض، جمع مذكر وجمع ايه؟ مؤنث. ناخد بقى الجمع التالي. رقم ثلاثة. خدوا بالكم ان كان فيه جمع بضيف في اخره واو ونون او ياء ونون، وكان فيه جمع تاني بضيف عليه ايه اخره الف وتاء، ده اسمه جمع مذكر وده اسمه جمع مؤنث. طب يا ترى يا هل ترى الجمع التالت ده هضيف في اخره ايه؟ ركز كده معايا. لما انا اقول لك مثلا تلاميذ، ولما انا اقول لك مكاتب، ومثلا لما اقول لك طلاب، ولما اقول لك ادوات، اداه ادوات، ايه القاعده بتاعته؟ ايه القاعده اللي انا بزودها؟ مفيش. مين اللي قال مفيش؟ مين اللي قال مفيش؟ ممتاز جدا ما شاء الله. صح، مفيش قاعده ليهم. مفيش ايه؟ قاعده ليهم. القاعده الاولى كنا بنحط واو ونون او ياء ونون، القاعده الثانيه كنا بنضع في اخرها الف وتاء، لكن التلاميذ، مكاتب، طلاب، ادوات، لاحظ كده ان كل الاواخر بتاعتهم متغيرين عن بعض. فاحنا بنقول يا شباب كده ملهاش اي قاعده. ولاحظ كمان انك لما انا كتبت، بص كده، تلميذ عملت ايه؟ اضفت الف في الوسط. مكاتب اضفت الف برضه في الوسط. يعني بزود حروف على المفرد بتاعته. ومثلا ممكن انقص حروف كمان، يعني انا مثلا كلمه صور، صورته مفردها جمعها ايه؟ صور. زودت ولا نقصت في الحروف؟ نقصت. جميل. طب وتلميذ تلاميذ، زودت ولا نقصت في الحروف؟ زودت. يبقى شوف، في مره زودت حروف، مره نقصت حروف، مره ممكن ما غيرش اي حاجه غير تشكيلات. لذلك بنسميه اسم، بنسميه جمع ايه؟ مين فاكره كده كان اخر السنه اللي فاتت؟ برافو عليك. جمع تكسير. جمع ايه؟ استنى نغير اللون كده عشان يبقى شكل السبوره جميل. تكسير. عشان انا بحب السبوره كده شكلها تكسير. جمع يا شباب؟ تكسير. يعني ايه جمع تكسير؟ ركز كده معايا، كانك كده بتكسر الكلمه، شايفنا انا بعمل ايه؟ كانك كده بتفتح الكلمه كده اهو، وتحط جواها ايه؟ حروف، او تشيل حروف، تزود، تنقص. فعشان كده بنسميها جمع ايه؟ تكسير. القاعده بتاعته ايه؟ زي ما التوم قال لنا، هنقول ايه؟ ليس له قاعده. ليس له ايه؟ ليس له قاعده. طيب نشوف بقى سؤال ذكي. يلا اذكياء.
مساكين جمع نوع ايه؟ جمع مذكر ولا جمع مؤنث ولا جمع تكسير؟ تكسير. ها؟ جمع تكسير. ايه يا يوسف؟ جمع تكسير لان زودنا الف. برافو، احسن. ليه هي المفرد بتاعته كانت ايه؟ مسكين. اه خد بالك يا ابراهيم، ركز معايا، ممكن واحد لو مش فاهمها قوي اول ما هكتب كلمه مساكين هيقول لي ايه؟ خلاص يا مستر انا عرفتها، ده جمع مذكر سالم. ليه يا حبيبي جمع مذكر سالم؟ بكل بساطه كده يا مستر، انت حاطط لي اخرها ايه؟ اخرها ياء ونون، وانا عارف ان جمع المذكر السالم هو اخره ياء ونون. اقول لك اخطات يا بطل. ليه؟ لان لاحظ كده كلمه الياء الياء والنون دي، حرف الياء والنون دول اصليه في الكلمه، مش زايدين بتاع الجمع. طيب اعرفها ازاي؟ ان انا اجيب المفرد بتاعها اشوف هو انا كده الياء والنون انا كده كنت مزودها في الجمع ولا لا؟ هو انا الياء والنون كده زودتها في الجمع يا شباب؟ الياء والنون كنت انا مزودها في الجمع؟ لا. امال هي كانت ايه؟ اصليه في الكلمه، كانت اصليه ها في الكلمه. الكلمه. عايز تتاكد اكتر؟ فاكرين لما ادم قال لنا احذف الالف والنون وانت تعرف؟ تعالوا نحذف الياء والنون كده. طلعت ايه؟ مساك. مساك. مساكي. في كلمه اسمها مساكي؟ هي يا يوسف؟ لا. اللي انا ما اعرفش. يا ابراهيم. في مساك ولا ما فيش؟ مفيش. يبقى ايه كده؟ ايه يبقى الياء والنون دي كانت اصليه في الكلمه. خلاص يا شباب، ها جاهزين بقى للنشاط اللي هنعمله مع بعض؟ جاهزين؟ جاهزين. طيب هعرض بس كده شرح كده اللي احنا قلناه، تلخيص اللي احنا قلناه. انتهت. ده تلخيص اللي احنا قلناه من شويه، تمام؟ بيقول لنا جمع ينتهي بواو ونون أو ينتهي بياء ونون، وده بنسميه إيه؟ جمع مذكر. على فكرة كلمة جمع مذكر بعدها كلمة تاني، بس أنا مش عايز أديها لكم دلوقتي، هنديها في المنهج بعدين. واللي بتنتهي بألف وتاء اسمها إيه؟ جمع إيه؟ جمع مؤنث. 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 واللي ليس له قاعدة اسمه إيه؟ جمع تكسير. جمع تكسير، ممتاز. بس كده. يلا نروح بقى للنشاط، شوف هتعمله ازاي. كل واحد طبعا معاه قلم ودفتر. اه السؤال بيقول لنا ايه؟ استخرج الجمع وبين نوعه. استخرج الجمع وبين نوعه. انت هتكتب لي كلمه الجمع، يعني مثلا هتلاقي كلمه مثلا هنا جمع تكتبها، وبعد كده هتكتب كلمة الجمع كده، وقصادة تاخد سهم وتكتب نوع الجمع، هل هو جمع مذكر ولا جمع مؤنث ولا جمع تكسير؟ تمام؟ هقرأ لك كده مرة. حضارة مصر من بين الحضارات القديمة، يحرص السائحون على الحضور إليها، ولهذا ذهب الأصدقاء في رحلة لمشاهدة آثار مصر، وقرأ كل منهم عن عظمة المصريين قراءة جيدة، ولقد رأت الفتيات بين التماثيل ملكات مصر. فهمنا هنعمل ايه؟ يلا كل واحد يجمعنا بالظبط لثلاث دقايق او دقيقتين، دقيقتين ونشوف لو محتاجين وقت تاني وخلاص. اتفضل انت يا يوسف، واول جمع يقابلك في الهوليا. اتفضل. الحضارة. الحضارة. حضارة مصر. حضارة مصر من بين الحضارات. الحضارات فيها جمع مؤنث. برافو، جمع مؤنث. تمام. القديمة. يلا يا إبراهيم من أول. يحرصوا. إبراهيم سمعت. يحرصوا السائحون. يا هون جمع؟ السائحون. جمع نوع ايه؟ جمع جمع نوع تكسير. طيب مفردها ايه؟ السائح. لحظة يا ادم، مفردها؟
السائح. ميتة. انا زودت ايه على السائح؟ السائح. زودت ايه على السائح؟ واو ونون. واو ونون. طيب يا ابراهيم اللي بنزود عليه واو ونون وبنغش في اي حاجه ثانيه بنسميه ايه؟ جمع ايه؟ السائح. جمع ها؟ مذكر سالم. ممتاز، جمع مذكر. سنة. هم كلهم شايفين. يلا يا لينا. الجمع اللي هيقابلنا بعد كده. الأصدقاء. الأصدقاء، مفردها إيه؟ مفرد الأصدقاء إيه؟ الصديق. ممتازة. غيرنا في الكلمة في شكل الكلمة ولا ما غيرناش؟ غيرنا، يبقى جمع نوعه إيه؟ جمع تكسير. ممتاز. مريم. في رحلة لمشاهدة آثار مصر. آثار. ها مريم. آثار. آثار. مريم عايزة تكسير. تكسير، ممتاز. أدهم. نعم. وقرأ كل منهم عن عظمة المصريين قراءة جيدة. ها. جمع مذكر ونوعه مذكر سالم. اللي هو مين يا حبيبي؟ ما انا كده انت ما قلتليش على الكلمة. فين هي الكلمة؟ المصريين. 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 لا المصريين، كسر الميم، الميم. مفردها المصري. المصري. زودنا الياء والنون. يبقى جمع مذكر. والمصري مذكر. تمام. يلا بعد كده ابراهيم. ولقد رأت الفتيات بين التماثيل ملكات مصر. فيه أي نوع هنا في جمع هنا إبراهيم؟ فتيات التماثيل. تكسير ولا مذكر سالم ولا مؤنث سالم؟ على فكرة يا شباب لاحظ إن أنا ما قلتلكمش كلمة سالم وإحنا بنشرح. تمام؟ علشان ما لخبطكمش في البداية. لكن بعد كده هنقولها كتير. بس هي مذكر سالم مؤنث سالم. مؤنث هنزود سالم، لو مذكر هنزود سالم. طيب مين اللي كان بيجاوب؟ ابراهيم. الفتيات جمع نوع ايه؟ ايه؟ انا ما فهمتش حاجه والله العظيم. فتيات جمع مؤنث سالم؟ جمع مؤنث سالم. استنى، جمع مؤنث سالم. طبعا يا جماعه حد ممكن يقول لنا ايه؟ دي معلومه بس. يقول لنا كده الفتاه يا مستر احنا كده زودنا ياء وزودنا الف وزودنا تاء، زودنا حاجات كتير غير الالف والتاء، يبقى كده جمع تكسير. لا. لا الفتيات جمع مؤنث سالم. جمع ايه؟ مؤنث سالم. لان الالف دي، الالف دهين بتاع الفتاه هتلاقي اصلها ياء، يبقى احنا كده لما انا جبت الجمع بتاعها رجعت اصلها ياء، يبقى الالف دي اصلها ايه؟ ياء. الفتيات. طيب التماثيل لينا، التماثيل جمع نوع ايه؟ التماثيل جمع التكسير. تكسير، ممتاز. ملكات يا مريم. ملكات جمع مؤنث. مؤنث، احسنتم جميعا، جزاكم الله خير. يلا في اخر الحصه بنقول ايه؟ سبحانك اللهم وبحمدك. سبحان الله وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.